الى ربح الفلوس خصو يخلص الضريبه. اذا بغيتو تلعبوا الدور ديال الشرطي من البدايه ديال العمليه، اجبار هاد المعاملات انه تكون الزاميه بالعقد التوثيقي. هو اللي دار شي حاجه خصو يدخل الحبس من قبل 2025 يمكن له يستافد. كاين التحقق من خلال البصمه وكاين التحقق من خلال الصوره. اللي معنى التوثيق هو لو ديجيتال، اي التوقيع الالكتروني عن بعد. ما كاين مشاكل ما بين وهبي ما بين فاطمه الزهراء؟ تدبر الازمه بدون حلول. هذا ما عمره ما كان جواب سياسي. ايه ولا فاطمه الزهراء المنصوري ونقولها لك، نقولها جو تيم بوليتيكمون.